السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن دا ودياشينا شرفت له كحران جنال كينا وحي دين تينا إسلام كسي آد أه الشرفتي دو مركا مركا أي يرتهي وحي آبه هذا سبب أغن نقطة إن أو جنة قالو مركا أي دان يرد تهينا وحي زوج كيدا أما نين كيدا أبو حسا كالبر دين تيسا marka ay hooyo noqotana waxay jannadu ku jirtaa cagaheeda hoostooda dhammaan dhacdooyinku ama shilalku waxay ka bilowdaan eegmada inta badanna waxay dadka naarta u geli doonaan sharta ama macaasida ay fududaystaan waxaa Cali ibn al-Husayn radiyallahu anhu laga wariyay in uu yiri وحاجار أما درس إن لا أهانين وداد أها أو كمد أها دادكي عبادة دا بدنا وحونا أها وداد آد أد دال بدنا وحوتو كان جري أو سلاد دا أتاقنان جري إلا أي كبر براران عقهيسا وحونا أوين جري إلا إن إهيسو أي لحنون سدين قرآن أخرس كيسا أوغي كدبنا وحانين كان إسوغو يمد أهل كيسا إيو درس كيسا مركز بي كدل بدين أو أي كوقال قاليين إن أو جور سادو كدبنا وداد كان أي إساقو كبقيا إن أهل كيسو أي قبر أو كينان وحوسو إبسادي قبر جارياد أهيد أما أدون أهيد جارياد دي أو سو إبسادينا إساقو ما أوسان أوغينا وحي أهيد قبر عد كيدو أو آد أمعانا أو هيسها كلو قيسا مالين مال مها كمد آه إساقو مولا عيسى كجرا أو سلادة كنايا أي قبط لي جاريادة أهيد إي أو سو إبسادي هاس كلو قيسي إيادو عد كيدانا كر أو قاديسا كدمنا نيديسي أيا تكتي أو وحو عقلقي سو كم المي أو راعي هاستي أي جاريادو قاديسي إلا أي كقلقل قلسي سلاد ديسا عود كادي ايا نحقادي وحونا اوودي وايي ان او نياد ديسا كسو عليو عبادة ديسا كدبنا مركي او سلاد دا كبحي ايو او ياري او آد او عنانتي مركاس بي جاري يدي انتي سوقا بشي وحي كتيري يا مولايا ويا سيدي اديقو قف شاب اه اما لالي يرو اه ايات تهي وحاد عمرقاق أوضان كباب بإساي مولا عد إحديسا وحادنا كجيستي الدنيا دا قروح ديدا وحادنا ديدي الدنيا دا معان كيدا انتاد نوشهي ماد إغور راحي ستيد أو نفت هادنا آد إغور راحي ستقار كميد أهيسهيقا كدبنا واد كلابانيسا عبادة دادا كدبنا وداتكي أيا آموسي مركاس بي هيس أقاد دي إيادو إساقنا أو لغي سنيي إلا أو لقب سدي أو عادي كدكتي كدبنا هذا الكيدا أيو أو إيشي أو راعي وحونا عبادة دي سي أو كجري أو غم مشقولي راحدا إيو مع معان كالدنيا دا كدبنا وحو وركاسي سوق غاري أما مقلينين كالي أو صاحب كيسا أها أو أي عبادة إسكو وافق سنايين مركاس بو وحو أسو قري رسالو أما فرين أي كو قرنيد بسم الله الرحمن الرحيم من الناصح الشقيق والطبيب الرفيق إلى من سلب حلاوة الذكر والتلذذ بالقرآن والخشوع والأحزان بلغني أنك اشتريت جارية بعت بها من الآخرة حظك فإن كنت بعت الجزيل بالقليل والقرآن بالقيان فإني محذرك هاذم اللذات ومنغص الشهوات وموتم الأولاد فكأنه قد جاء على غرة فأبكم منك اللسان وهدم منك الأركان وقرب منك الأكفان واحتوشك الأهل والجيران وأحذرك من الصيحة إذا جثم الأمم لهول ملك جبار فأحذرك يا أخي ما يحل بك من ملك غضبان فرين كسعطة لاتالي مرور دل عسن إيو صاحب دختر آه كنا سعطة قف لغا سلبيي أما لغا أفدو بي ذكرغا معان كيسا إيو كن معان سشدا قرآن كا إيو خشوع إيو حزنغا
waxa isoo gaartay in aad iibsatay jaariyad aad ku iibsatay qaybtaadii ama nasiibkaagii aad aakhirada ku lahayd. Haddii aad wixii weynaa wax yar ku iibsatay oo qur'aankiina aad khiyaali ku iibsatay, waxaan anigu kaaga digayaa macaangooyaha iyo shahwa baabi'iyaha iyo caruur agoomiyaha. Waxaad mooddaa in aan arkayo isagoo si kedis ah kuugu soo degay oo ku yimid oo carrabkaaga kaa aamusiiyey oo addimihiina kaa hoos qaaday oo karfannadiina kugu soo dhaweeyey oo ahalka iyo jaariyadda iyo jaarkuba kuu ilmaynayaan. Waxaana kaaga digayaa qaylada maalinka dadka lagu qaylin doono oo dadku ay la wada khushuuci doonaan boqorka jabbaarka ah cabsidiisa. Walaalkaygiyow, maxaad kala kulmi doontaa Allaha boqorka ah oo kuu caraysan? Kadibna waraaqdii intuu isku duubay ayuu u diray. Kadibna waxay fariintu u timid caabidkii la fitneeyey, isagoo iska faraxsan oo fadhiya fadhigiisa. Markii uu hadalkii akhriyey, wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala u soo nooleeyey qalbigiisa, waxaana ka soo daatay ilintiisa. candhuuftiisa intuu dib u liqay ayuuna xasuustay qur'aankii, wuxuuna u hiloobay wixii uu ku sugnaan jiray. Markaas buu fadhigiisii intuu ka kacay weelkiisana iska jebiyey, jaariyaddiisiina intuu xurreeyey ayuu ka haajiray oo ka fogaaday, wuxuuna u soo dhowaaday qur'aanka, wuxuuna soo qaabilay isagoo oynaya oo ducaysanaya, wuxuuna dib u bilaabay in uu cibaadada aad ugu dadaalo ilaa uu ku geeriyooday sujuuddiisa. Wuxuu yidhi Caliy ibnu Xuseyn, kadibna waxaan ku arkay riyada dhexdeeda. Markaas baan waxaan ku idhi, hebelow, muxuu Alle subxaanahu wa tacaala kugu sameeyey? Wuxuu yidhi, wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala iigu beddelay jaariyad xuuralcayn ah, taasoo i waraabisa oo iga dherjisa, iyo weliba macmacaan iyo ilqabowsi aad u fara badan. Ilaah baan ku dhaartayee waxaan ku jiraa nicmo aanan qalbigaba oogu soo dhicin bani aadamka. Wuxuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi oran jiray, maa taraktu bacdii fitnatan ashaddu cala arrijaali min annisaa, gadaashayda ooga ma aanan tagin fitno ragga ooga dhibaato badan dumarka. Sidoo kale wuxuu nebigu sallallahu calayhi wasallama oran jiray, inna addunyaa xulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifakum fiiha fayanzura kayfa tacmaluun fattaqu addunyaa wattaqu nnisaa فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الدنيا دوا مد معان أو عقارا ألنا سبحانه وتعالى واو إذن لحشي ياسئو أو إيغو وحاد كسمي نيسان هدبا الدنيا دا كد ورسدا أو سيدو كالي كد ورسدا دومركا بنو إسرائيل فتندو دي أو جهر ريسي وحي كبلابتي دمرك أيو يري صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم حبب إلينا طاعتك، اللهم ارض عنا، اللهم رضنا بقضائك وقدرك يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تتركنا لأنفسنا أبدا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.